السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. غليات الماء الكهربائية، لاحظوا معي هذا المشكل هذا بالتدقيق. راه فيها الماء، غادي نركبوا لها غنشعلوا لها الضوء. لاحظوا معي، يلا مجرد انها كتبدا الخدمه مازال الماء ما غلاش، مازال الماء ما طابش كاع، كتقطع قبل الوقت. خليكم معايا، اليوم غادي نشوفوا الحل ديال هذا المشكل هذا ان شاء الله. اذا باش نحلوا هذا المشكل هذا ان شاء الله، نحيدوا نخويو الماء من هنا ما يبقاش، ونحيدوا هذه نبعدوا علينا، راه ما فيها حتى شي مشكل. المشكل كاين عندنا هنا، وبالضبط كاين عندنا في هذا الديسبوزيتيف هذا. اذا كل ما غادي نقوموا به غادي نقلبوا الغلايه ديالنا وغادي نفتحوا هذا لي فيسيل. هذا الامر هذا راه كينطبق على جميع الغلاي ديال الماء اللي بهذا الشكل هذا، اللي عندهم هاد لا ميزور سيكوريتي هذه باش كنطفيو وكنشعلوا. كاين هذا النوع هذا وكاين اللي تيكون عنده هنا. حنا غادي نهضروا اليوم على هاد المشكل هذا. اذا غنفتحوا هاد ثلاثه ديال ليفيس، انا غادي نفتحهم ونرجع معكم. بعد ما فتحنا هاد ثلاثه ديال ليفيس غادي نفتحوا هاد جوج. اذا بعد ما فتحنا هاد ليفيس غادي نحيدوا هاد الكوفر ديال البلاستيك. اذا اجيو نشوفوا هنا شنو عندنا، شنو هما المكونات اللي كاينين عندنا. عندنا هذا الكونيكتور هذا هو اللي تيجي، هو اللي تيركب مع هذا لاباز ديالو. وعندنا هنا الديسبوزيتيف اللي عندنا فيه المشكل اللي هو هذا اللي كتشاهدوا. احنا مازال غادي نشوفوا المشكل فين كاين بالضبط. وعندنا لا ريزيستانس، هي هذه، هي هذه اللي كتسخن، اللي بلا بها ما كاين والو. هذه الا كانت محروقه يعني عندنا سميتو ديالك راه ما صالح حتى لشي حاجه، يعني هاد الغلايه هادي راه ما بقات صالحه حتى لشي حاجه. الوغ شنو كاين عندنا؟ كاين عندنا هنا لاحظوا كاين واحد التيو، هاد التيو هذا لاش كيصلح؟ هذا تيجي بالبخار من هنا، تيجي بالبخار وكيترونسميتيه لهنايا، كيجيبوا لهاد لابياس هادي اللي كتحس بالبخار وهي اللي كتقطع اوتوماتيكمون. باش كنقولوا بان الغلايه على سبيل المثال راه تيسخن الماء حتى تيوصل لواحد النيفو معين، فاش كيغلى الماء راه تيقطع الراسو. كيفاش كتتم العمليه؟ انا غنشرح لكم بالضبط كيفاش كتتم العمليه. العمليه وما فيها، يعني فاش كيغلى الماء، سيروا معايا بالتفصيل وغادي تفهموا العمليه وما فيها. يعني فاش كيغلى الماء اشنو تيوقع؟ اللي كيوقع هو البخار كيدخل من هاد البلاصه هادي وكيهبط، فين تيهبط كيجي من هنا وتيخرج من هاد التيو هذا من هنا، هذا اللي حيت، وتيجي لهاد لابياس هادي. سمعوا هاد لابياس هادي غير كيوصلها شويه ديال الحراره كديكلونشا. فاش كديكلونشا كيكون ديسبوزيتيف ديالنا داير بحال هكا، تعاود يرجع للمكان ديالو تيقطع تما، لان الماء غلى. دابا الحاله اللي كاينه عندنا، الحاله اللي كاينه عندنا اشنو واقع فيها؟ يعني ديسبوزيتيف تيقطع قبل الوقت. علاش؟ لان هذا التيو هذا كان محيد على المكان ديالو اصلا، فهمتوني؟ كان محيد على المكان ديالو، وتا لا فورم ديال هاد الحديده هادي هي واحد مومبران بحال زنك ديال الزنك. شنو وقع فيها؟ ديفورميا. خصنا نحاولوا نقادو لها شويه هاد الراس هذا، نحاولوا نطلعوه هكا باش الامور تكون مزيانه. لاحظوا معايا واحد الملاحظه اللي هي مهمه، كاينه واحد الحمايه هنا وتا هي بعض الخطرات كتعطي هذا المشكل هذا. حمايه هي هذه، نتمنى انكم تكونوا كتشوفوها. هاد الرويصه هذه هي، راه الا ما كانش مضغوط عليها بحال هكا راه الديسبوزيتيف ما يشدش المكان ديالو، هو شاد بلاصتو. انا غنحيد، لاحظوا
راح تم زين هانتا كرام يشج. انا نقول لكم علاش انا وركوا عليها. ها هو واخذ المكان ديالو نحيد ها هو رجع. علاش دايرين هاد الخدمه؟ فرضا ان الكاس عندنا خاوي والديسبوزيتيف مدوز وهادي ما كايناش هاد الرويصه هادي ما كايناش وغادي نجيو غادي نحطوا الكاس مباشره في الضوء هنا نحطوه مباشره في الضوء والكاس خاوي الريزيستونس مشات في بلاصه غادي تحرق لينا. هادي ميزير سيكوريتي يعني الا كان هاد الراس هذا ما مضغوطش هادي كتكون طايره يعني ما عمرها غادي تقبض. دونك غادي نرجع التيول للمكان ديالو ونعاودو نديرو التجربه ديالنا. اذا باش نعرفو نحلو هاد المشكل هذا مزيان غادي نحلو هاد ثلاثه ديفيس باش نشوفو الميكانيزم من التحت كيفاش داير. انا غادي نحل ثلاثه ديفيس ونعاود نرجع معكم. بعد ما حلينا هاد ليفيس هادو دابا خصنا غير ليبريو هاد الديسبوزيتيف هذا. غادي ليبريوه من هنا غادي نفتحو هاد الودينه هادي نحيدوها هكا والاخرى كذلك. اذا الديسبوزيتيف هو هذا كاين هنا هاد جوج ديال لي سوند لا سوند الاولى ولا سوند الثانيه. هادو حساسات فاش كيحسوا بان درجه الحراره طلعت بزاف اشنو تيوقع؟ هما تيدفعوا واحد الحديدات من هنا. هادو اصلا هما الماتيير ديالهم يعني غير كتحس بالحراره كديكالا. فاش كديكالا كتخلي ان الديسبوزيتيف هاد الديسبوزيتيف هذا يرجع في حالاته يعني الديكلونشا. هادشي كامل علاش؟ هادشي كامل حمايه على لا ريزيستونس باش ما يوقع فيها حتى شي خلل وما تحرقش. حنا غادي نحاولوا اننا نلعبوا على هاد الديسبوزيتيف هذا نحاولوا نطونديوه مزيان باش يولي ديك الفعاليه ديالو تولي قويه. كنخليوه يكون إلاستيك بحال هكا يعني غير كنهزوهم شويه ونعاودو نردو الميكانيزم كيفاش ما كان. هانتوما لاحظوا معايا الاشاره ما حدنا فتحنا التيول اللي قلت لكم هو هذا هو اللي تيجي بالبخار. وهذا البخار هذا فين تيمشي؟ تيمشي لهذا المكان هذا بالضبط باش ياجي على من على هاد لالام هذا اللي قلت لكم هي عنده علاقه مع البخار. يعني فاش كيوصل البخار يعني الماء تيغلى تتقطع اوتوماتيكمون يعني كيكون ديكلونشمون اوتوماتيك. اذا بعد ما ردينا هاد لي لام هادو زيرناهم مزيان دابا غادي نرجعو الديسبوزيتيف كيف ما كان المره الاولى. اذا بعد ما قدينا دوك لي لام زيرناهم مزيان ردينا الديسبوزيتيف للمكان ديالو دابا ما بقى لينا ان شاء الله غادي نديرو الماء هنا في الغلايه وغادي نجربو ونشوفو ان شاء الله الامور كيفاش غادي تكون. اذا احنا درنا الماء دابا غادي نخدمو الغلايه ديالنا. اذا لاحظوا الامور هي رجعت مزيانه بعد ما ضبطنا يعني دوك لي لام كلشي رجع مزيان. اذا نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. شكرا لكم على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.